ونحمد الله تعالى على عودة سوريا، على عودة الجمهورية العربية السورية إلى أحضان جامعة الدول العربية بعد أن تم إحباط المؤامرة التي كانت تهدف إلى تفتيتها وتقسيمها، ودفع الشعب العربي السوري الثمن غاليا حتى تبقى سوريا دولة واحدة. هكذا رحب الرئيس التونسي قيس سعيد بعودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، وهكذا أكد أن الثورة الشعبية هناك مؤامرة استهدفت سوريا، متناسيا أنه وصل إلى الحكم جراء ثورة شعبية مماثلة في تونس، لولاها لما جلس على هذا المقعد. وهكذا كان لقاء سعيد الذي وصفه بالتاريخي حارا جدا بالديكتاتور الدموي الذي انتصر على المؤامرة وعاد إلى الحضن العربي الدافئ. لا أحد يعرف بالضبط كيف استطاع أستاذ القانون الدستوري الذي أصبح لاحقا رئيسا لتونس أن يدوس على جميع دساتير الدنيا وقوانينها السماوية والبشرية، ويكون عاشقا إلى هذا الحد لمجرم حرب أحال بلاده إلى مقبرة جماعية وسجن كبير. لكن ربما يزول الاستغراب تدريجيا إذا علمنا أن عشق قيس سعيد لبشار الأسد لم يأتي من فراغ، وللناس فيما يعشقون مذاهب. فأستاذ القانون الدستوري الذي فاز بانتخابات الرئاسة عام 2019 بعد أن سوق لنفسه بخطاب شعبوي يدعو لإطلاق الحريات المدنية واحترام القوانين، خلع قناعه بعد أقل من عامين من السلطة فأكل الدستور، وظهر في 26 من يوليو تموز عام 2021 على شاشات التلفزة محاطا بالقيادات الأمنية والعسكرية، معلنا انقلابا ناعما جمد فيه عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بالتعاون مع رئيس حكومة يعينه هو وليس البرلمان كما ينص الدستور، فضلا عن إعلان ترأسه للنيابة العمومية بدعوى الحفاظ على أمن البلاد. لم تتأخر آثار انقلاب سعيد بالظهور، عادت البلاد إلى قبضة أمنية حديدية، أقال عشرات القضاة الذين رفضوا انقلابه، وزج في سجونه كل من عارضه أو وقف ضد سياساته، وأعاد تربية الصحافة الخاصة ووضعها أمام خيارين: الحديث عن إنجازاته أو الصمت. الوضع الاقتصادي في البلاد دفعها إلى طلب قرض من صندوق النقد الدولي لمواجهة انهيار دراماتيكي جعل المواطن في تونس الخضراء يعيش أياما عجافة لا شيء فيها يخضع للمنطق، حتى خطابات الرئيس بلغتها الخشبية الهاربة من العصور الوسطى. وأقول لهؤلاء الذين يتحدثون كل يوم عن الحريات، أقول لهم نحن نضمن الحريات، وهم خطر على الحريات، خطر على الدولة. ومن يعتقد أن مؤسسات يمكن التسلل إليها كما تسللوا إلى عديد المؤسسات فأنه واهم. الدولة قائمة والدولة ستستمر والجمهورية ستستمر، وسنواصل إن شاء الله على درب، على بناء طريق جديدة إلى تونس. في الوقت الذي عبر فيه رئيس تونس عن إعجابه بانتصار بشار على المؤامرة، يواجه سعيد بشكل يومي وقفات احتجاجية وغليانا شعبيا تزداد حرارته تحت نار القمع والاستبداد. إذن لا غرابة أن يعشق سعيد نمط بشار أسد في مواجهة المؤامرات، فشبه الشيء منجذب إليه كما قال الشاعر، وهو يدرك أن الشعب التونسي لن يصمت إلى الأبد، وحينها لن يعود إلى القانون الدستوري الذي تعلمه، إنما سيعود إلى الدستور الأسدي الدامي، وسيعلنها بصراحة: قيس سعيد أو سأحرق البلد.